الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية تربية الفل في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا رأى النائم في منامه تربية الفل في المنام، والله أعلم علامة على سماع كلمات المدح كما تدل الرؤيا، والله أعلم على سماع أخبار جيدة في طريقها للوصول إلى الرائي. رؤية تربية الفل في المنام دليل أن صاحب الحلم شخص محبوب بين الناس، والله أعلم. أيضا تدل الرؤيا والله أعلم على الوفاء بالوعد وتيسير التصرف بشكل عقلاني من أجل عدم الحاق الأذى بأي شخص، والله أعلم. والله أعلم تدل رؤية الفل في المنام على تخلص الرائي من المشاكل التي تواجهه، كما تدل الرؤية على تحقيق الأمنيات، والله أعلم. وإذا رأى النائم في منامه الرؤية والله أعلم يحتمل علامة على أخبار سعيدة في طريقها للوصول إليه. بشكل عام تدل رؤية الفل على الخير لصاحب الرؤية هو وأهله. وإذا رأى المسجون في منامه الفل فتلك الرؤيا علامة على نيل الحرية قريبا، والله أعلم. وفي منام المريض تدل الرؤيا على الشفاء العاجل إن شاء الله تعالى. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها عقد الفل والله أعلم يحتمل أن يكون علامة على زواجها من رجل صالح قريبا، كما تدل الرؤيا والله أعلم للمرأة المتزوجة على استقرار الحياة الزوجية والترابط الأسري. وفي منام المرأة المتزوجة يحتمل علامة على السعادة الزوجية مع زوجها، والله أعلم. كما تشير الرؤيا والله أعلم على الحصول على الأموال الكثيرة الكافية للعيش برفاهية، والله أعلى وأعلم. إذا رأى النائم في منامه أنه يقطف الفل والله أعلم يحتمل علامة على منصب هام ومكانة مرموقة بين الناس. وفي منام الأعزب تدل الرؤيا على الزواج من شخص صالح وتقي ويخاف الله عز وجل. وهناك رأيا يرى أن الرؤيا والله أعلم يحتمل علامة على الخسارة وبعض الهموم البسيطة، والله أعلم. كما تشير الرؤيا في بعض الأحيان إلى غياب شخص غالي عن الرأي. وفي منام المتزوج تدل على حدوث مشاكل أسرية، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.